التعليم الخاص وقائمة التعليم الخاص. نبدأ مع القسم العلمي، نشاهد هذه القائمة. في المركز الخامس بنسبة 95.95% من مدرسة الرجاء الثانوية حصل سيد محمد سيد عبد الصمد الحسيني على المركز الخامس بالقسم العلمي في التربية الخاصة. أيضا سيد أحمد حسن إبراهيم في التربية الخاصة حصل على المركز الرابع بنسبة 96.37% من مدرسة الرجاء الثانوية للبنين، وهذه القائمة نذكر أنها القسم العلمي في التربية الخاصة. المركز الثالث من نصيب سارة بندر سعود هديان من مدرسة الرجاء الثانوية البنات بنسبة 97.03% في المركز الثالث على التربية الخاصة القسم العلمي. المركز الثاني بنسبة 97.46% ريم مطر من مدرسة الرجاء الثانوية للبنات حصلت على المركز الثاني في هذه القائمة. المركز الأول وبنسبة 98.74% سيدة نور من مدرسة الرجاء الثانوية للبنات، سيدة نور موسوي بالقسم العلمي في التربية الخاصة حصلت على المركز الأول.